طوله. تعرف السنوات اللي راحت كنا نوصل النهائي وكان يروح الضربات الحظ، لكن يا رب لك الحمد بمجهودات الجميع، يا رب لك الحمد تحقق البطوله، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله الجاي احسن باذن الله. من بدايه الموسم انا لاحق ابو سلمان، ها ولا 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 يعطيني وجه، اليوم الظاهر عشان البطوله، فهذا عشان البطوله. تدري ليش؟ لانه بجنبك واقف هذا العطر حق الفريق، هذا وين ما يمشي يبخ العطر علينا. مبروك ابو سلمان، روح الفريق مبروك، سواء لعب ولا ما لعب هو قاعد، هو العطر حقه، هو اللي نتنسمه وننتعش فيه. بيض الله وجهك. صعبه يا ابو سلمان المباراه؟ شوف بغض النظر صعب ولا ما صعبه، هذه بطوله انا اسال الله العلي العظيم انها تكون عطاء عن رضا. الله يرزقني انا ومن يحبون النصر واللاعبين وكل شيء الشكر، حسن شكر هذه البطوله، احمد الله كيف جت، لا تسالني كيف جت ولا ما جت، الحمد لله اللي الله جابها والله يجعلها بطوله عطاء عن رضا، الحمد لله. ابستغل وجودك، ابتعادكم عن الاعلام، واضح انه في سياسه ابتعاد عن الاعلام ابو سلمان. هو في واحده من الثنتين، يا تقعد تلتفت للاعلام يا تشتغل مع الفريق، انا نحب نشتغل مع الفريق. بس. شكرا. الله يعافيك. طيب ما خلصنا.